السلام عليكم ورحمة الله ازيكم عاملين ايه حلقة النهاردة جايبالكو احدث الاجهزة والادوات المنزلية وكمان جايبالكو احدث منظمات للمطبخ هتوفر عليك الوقت والجهد يلا مع بعض نبدأ الحلقة ونقول بسم الله ونشوف المنظمات والحاجات اللي انا جايبالكو النهاردة يلا مع بعض اول حاجة معنا كده المنظمات بتاعت المطبخ بترتبلك كل حاجة موجودة في المطبخ وتخلي شكل المطبخ منظم ومرتب وامور زي ما احنا شايفين كده وتلاقي كل حاجة بسهولة ويسر. في منتجات يا جماعة بتقضي على أصعب الدهون الموجودة في المطبخ فعن تجربة أنا هكتب لكم اسم منتج بيقضي على أصعب الدهون وتقدر تنظفي بيه البوتاجاز لك الجديد زي ما هو بالظبط وبيقضي برضو على الدهون الموجودة في الحلل وفي أي حاجة أنت عايزة تستخدمها والرخامة والكل حاجة يعني متعدد الاستخدامات فاكتب لكم تحت في الكومنت اسمه دي جهاز كده بيصنع المكرونه بيجي معاه كذا شفره بتقدري تبدليها تعملي منها بقى الاندومي او مكرونه الاسباجيت اللي احنا شايفينها دي او اشكال معينه هو بيديكي شفرات معاه فتقدري تصنعي بقى اندومي يكون صحي وجميل للاطفال في المنزل ده منظم بتقدري تحطي فيه البيض او ممكن تحطي فيه الفاكهه اللي هي الصغيره شكله جديد يعني وشكله جميل ده قفل بتعملوله باسورد وبتستخدميه فانا شايفه ان هو اختراع يعني وحلو تقدري تحطيه بقى او ايه ما حد الباسورد بتاعه تقفلي بيه اي حاجه الحمام جميعا لازم ننضفه كل يوم زيه زي اي حاجه في البيت زي غرفه النوم وزي غرفه المعيشه لازم يتنضف كل يوم عشان تبقى ريحته حلوه ويكون دايما ما جراثيم ويكون نضيف وجميل وشكله امور واحنا عارفين الحمام اكتر حاجه بيبقى جراسيم فنقضي عليها كل يوم بالمنتجات الموجودة في السوق ده كفر زي ما احنا شايفين كده شكله جميل وامور ولو كذا لون كده فشكله حلو ده بديل السلكة السلكة طبعا اللي هي العادية بتاعتنا دي فكل ما اجيب سلكة بتكملش يوم او اتنين وبنرميها فده حلو قوي وبيقعد معك فترة طويلة الجهاز ده او الحاجة دي بتنشف لك الغسيل بس انا يعني نصيحه مني لازم الغسيل يتعرض للشمس عشان الشمس مفيده جدا للغسيل ده عايز له حلقه بقى عشان نتكلم فيه لوحده تعالوا مع بعض بقى نشوف المنظمات او الارفف دي ممكن تستخدميها كده شكلها حلو وجميل وبتنظمي فيها حاجتك في الحمام وممكن تستخدميها في المطبخ برضو يعني شكلها بيكون منظم ومرتب وحلو وبتقدري ان أنتي تلاقي الحاجه زي ما انا قلتلك بسهوله ويسر آه النظام يا جماعه بيخلي شكل اي حاجه جميل الشمعات دي برضو انا شايفه ان هي اختراع يعني حاجه كده روعه شكلها حلو قوي بتوفر لك في المساحه وبتوفر لك اماكن كتيره في الدولي ده بقى ووتر بروف يعني بي ضد الميه يعني ايه يعني تلبسيه كده وتحافظي على هدومك وانت واقفه في المطبخ دي برضو زي ما قلت بديل السلكة اللي احنا بنستخدمها وبيفضل معاكي وقت طويل دي منظمات كده بتحطيها في الحمام في المطبخ في اوضه النوم في الصرف اي حته انت عايزه تحطيها وتحطي فيها جنب الفيشه كده بدل ما نرمي الفيشه في الارض فممكن نستخدمه كذا عده استخدامات مش لازم استخدام واحد بس دي حاجات كده برضو زي ما احنا شوف شايفين كده بنثبته ونحط فيها الزباله بديل بقى باسكت بتاع الزباله ده منظم كده للمكسرات او او المقرمشات شكله امور شكله حلو دي موارده منظمات كده ممكن نحطها على فكره في حجره الاطفال او في الصاله بتحطي عليها الديكور شكلها امور قوي وشكلها جميل ده منظم للمطبخ وشفناه مع بعض قبل كده بتحطي فيه وبيصفي ميته من تحت اهو شكله حلو اول والله شكله جميل ايه تعالوا مع بعض نشوف دي عبارة عن ايه, ايه متعددة الاستخدامات ايه شوية ومش عارفة ايه وكذا حاجة كده في نفس الوقت وحجمها صغنن يعني ممكن تاخديها معاك في اي مكان وانت راح رحلة وانت بقى ايه وبتشحن كمان إن انا عندي منه اه حلو جدا انا عندي منه شكل ورقة شجر في قلب علبة كده باخدها معايا في اي حتة بتغسلي بها ايديك ايه دي بقى ايه, ايه توينز كده صغنون بت بتقدر ان انت تنضفي بها المكتب الحاجات الصغنونة قوي ده بقى اللي هو بيمسك الستارة ده من زمان ده عندنا برضو من زمان ده منظم كده حلو للحمام شكله حلو تحطي بتقدر بقى تحطي فيه علبه المناديل والحاجات اللي انت بتستخدميها في الحمام منظمات الحمام يا جماعه يعني ملهاش حدود كتيره جدا فانت بتختاري الحاجات اللي بتناسبك والحاجات اللي انت شايفه ان هي شكلها امور وتناسب الحمام بتاعك ده برضو توفير في الصابون اهو زى ما احنا شايفين كده يا جماعه عايزه اقول لكم بقى ان الجهاز ده برضو شايفه انه حلو قوي واختراع بيشلك اي حاجه موجوده على الهدوم وكمان بيشيل الوبره اللي موجوده في الهدوم او اي حاجه فتل زياده اي حاجه موجوده في الهدوم كده فهو بيشيلها لك ده بقى, بقى لزق دبل عليه المنظم ده فبتقدر ان انت تحطي فيه الحاجات بتاعتك زي ما انت شايفه وبكره المناديل على فكره ممكن تستخدميه في الحمام يعني هو اكثر استخداماته في الحمام ممكن تستخدميه في المطبخ عايزه اقول لكم ان الفرشه دي احنا شايفين كده بتقدروا تنظفوا بيها اصعب الاماكن يعني الاماكن اللي بتبقى ضيقه دي برضو نوع من انواع الشماعات اللي بتوفر في المساحه بتاعه الدولاب طبعا كلنا بنبقى حاطين شماعات كتيرة كده ملهاش اي لازمة فالشماعات دي بتبقى شكل موفرة يعني في المسيح ده انا كنت مفكرة بتاع بيبي هو مش بتاع بيبي على فكرة دي فوطة يعني اتفاجئت ان هو في الاخر في اقول الله ده شكلها فستان بتاع بيبي صغنون لا دي فوطة بتتحط في في الحمام كده شكلها ديكور وشكلها برضو تخلي الحمام شكله كده امور وبتنشفي فيه المساحة دي بقى لها عدة استخدامات خمسة في واحد بتغسل وبتنشف وبتعمل كل حاجة وبتمسح كمان القطعة دي يا جماعة جاي معاها درج كده لازق في القطعة يعني بيقولك ان انت بتقطعي وفي نفس الوقت بتستخدمي الدرج اللي فيها بس انا ما برجعش القطاعات الخشب وهقول لكم ليه بصوا بقى هقول ليه الخشب مع الوقت يا جماعة شكلها بيقدم وساعات لو نوع الخشب مش كويس بتلم الفطريات والبكتيريا بتبقى بايته في قلب الخشب فانا ما برجحش القطعات الخشب خالص يعني هاتوا اي بديل للخشب تعالوا مع بعض نشوف ايه ده تاني دي بقى بتتحط كده اللي هي تحت السداده بتاعه الحمام او المطبخ برضو معانا مع بعض تاني اللي هي على شكل شنطه دي بس لعلب المناديل وهي ضد الميه بيقولك ان هي برده ضد الميه وبتحط فيها المناديل منظم للمناديل لما بتخلص بقى بتطلعي المناديل خلصانه وبتحط مناديل تانيه وفيها اشكال كتير دي بقى للنضاره عشان ما الناس اللي لابسين نضاره او نضاره الشمس عشان ما توجعش الحتت اللي هي عند مناخيرك دي فبتحطيها فشغلين ده بقى انا مش عارفه تقريبا عامل كده ديكور شكل النافوره طيب فاللي عارف يكتب لي في الكومنت انا بصراحه مش عارفه هو ايه ده تقريبا بتحطها فوق بتسيح بديل البخور يعني او ايه مش عارفه بصراحه ده بقى بدل الرز بقى اما تيجي تعمليه كده يقوم واقع في قلب الحوض وسدد الحوض وكلنا بنقابل المشكله دي فليها بدائل يعني تعالوا مع بعض نشوف معانا ايه تاني إيه الممسحه دي بقت مشهوره قوي زي ما قلت لكم عامله إيه لها كذا استخدامات ناحيه بتغسل وفرشة والناحيه التانية بتلم الحاجه اللي انت عملتيها الشبشب ده بقى برضو اتنين في واحد وهوريكم دلوقتي استخداماته تستخدميه في الشتاء وفي الصيف في الشتاء بتحطي له البطانه دي وفي الصيف بقى بتستخدميه كده على اساس يعني ان الشبشب بتقعد من الشتاء للصيف يعني انا عندي شبشب اخرها الصيف وخلاص تترمي وبعد كده يجي الشتا نجيب حاجات جديده ما بتقعدش اساسا أه تعالوا مع بعض نشوف ايه تاني الكفرات دي حلوه وعلى فكره دي, دي المية اللي هي كانت جايباها دلوقتي دي الشمعات دي. أه دي بقى نحطها ورا الباب كده شكلها حلو يعني عادي يعني شايفه ان هي عاديه بتعلق عليها حاجتك ورا البيت أه القطاعات دي حلوه جميعها اللي انا قلت لكم هاتوا اي قطاعه بديل الخشب انا ما برجعش خالص القطاعات الخشب لانها كانت عندي وكانت من نوع نضيف اهي وكونت فطريات ومع الوقت بتكون حاجات مش كويسه ولونها اصلا بيتغير وتبقى باينه اي ماده تانية بقى الاستانلس حلوه قوي الاستانلس بيفضل محتفظ ببريقه وكمان صحي جدا وخصوصا لو نوعه كويس لحد هنا يا جماعه انا وصلت لاخر الحلقه بتاعتي لو عجبكم الفيديو متنسوش تنسوش تحطوا لايك والناس المشتركه بشكركم جدا الناس بقى اللي مش مشتركه ياريت ريت تشتركوا لي في القناه عشان نفسي بجد قناتي كده تكبر وهقدم لكم احلى الفيديوهات واحلى الحلقات واجيب لكم احدث منظمات واحدث اجهزه واحدث ادوات منزليه للمطبخ وللبيت ولكل حاجه وللحمام يلا,